وبالمناسبة يعني التطورات اللي موجودة في قطاع غزة، اسمحوا لي أقول لكم إن إحنا بنقوم بدور إيجابي جدا جدا في احتواء التصعيد اللي موجود ومحاولة تهدئة الأمور والوصول إلى إيقاف لهذا الصراع، وأيضا للوقف يعني إطلاق النار بشكل أو بآخر، وإيقاف نزيف الدم اللي بيتم دلوقتي. وفي نفس الوقت بنسعى جاهدين بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والشركاء عشان نعمل حاجتين: احتواء التصعيد اللي احنا بنتكلم عليه ده، وأيضا مساندة المدنيين في قطاع غزة بالمساعدات التي هم في أحوج الحاجة ليها، في ظل احنا من يوم 7 أكتوبر للنهاردة بنتكلم في أكتر من تقريبا يعني 14-15 يوم، وطبعا ما فيش مية وما فيش كهرباء وما فيش وقود، وبالتالي حجم وحتى مواد طبية ومواد إغاثية ومواد غذائية، فاحنا بنبذل جهد كبير قوي عشان نخفف ما أمكن عن أهلينا في القطاع من هذا التطور اللي احنا بنجابه دلوقتي. مهم قوي ان احنا